بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. النهاردة هخلي البتنجان معايا 2 كيلو. طبعا انا جايباه حجم كبير شوية، بس ممكن تنقي الحجم اللي يعجبك. انا على اساس يبقى فيه لحم يعني، وبننضفه بالطريقة دي كده بحيث انها تبقى ايه، مدورة كده. ومش هفتحه دلوقتي، بعد ما اسلقه هفتحه. طبعا بالنسبة للسلق مش هسلقه ايه، يعني هسلقه نص سلقة كده. انا معايا مية حطيتها، واحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة بابريكا صغيرة. حطيت البابريكا عشان تدي لون، لاني ما عنديش بنجر، ولو في واحدة بنجر يبقى افضل. هتدي لون بس عشان ايه، المية السلق بتاعت البتنجان. طبعا انا مش هرميها، بعد كده في الفيديو هنشوف هنستخدمها ازاي. بعد كده هنحط البتنجان. حطيت كل الكمية وهسلقه نص سلقة بس. لو حابة تضغطي عليه بحاجة ممكن تحطي طبق لو احتاج يعني، بس بعد 5 دقايق اول ما يغلي كده بنجيب اللي تحت فوق ونقلبه كده. بعد كده نرجع بقى نعمل التتبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. البتنجان اتغسل وفتحته بالطريقة دي. طبعا هو علشان ما فتحتوش قبل ما اسلقه، عشان كده قلبه لونه فاتح، لكن لو انا فتحته وسلقته هيبقى قلبه لونه غامق. هنا معايا 2 فلفل حلو كبير مقطعاه، ومعايا 4 قرون فلفل حراق، راسين ثوم وليمون وكزبرة خضراء، ومعايا 2 كبار كزبرة جافة، ومعلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة شطة، ومعلقة كبيرة ملح. هحط بقى كل ده هضربهم في الكبة، نرجع مع بعض تاني. كده ضربت الثوم مع الفلفل. هحط بقى الخل حوالي 4 معالق كبار، ربع كوباية. وابتدي بقى احط الخضرة حبة بحبة كده لغاية ما يتضربوا مع بعض كويس، وفي الاخر احط البهارات عليه. شكله بقى كده، ريحته حلوة قوي قوي. هبتدي بقى اعصر عليه ليمون. معايا 3 ليمونات حجمهم كبير، طبعا لو ليمون صغير يستحسن 4. والقشر مش هرميه، يعني هخلي القشر وهقول لكم نستخدمه ازاي. كده شكل التتبيلة. حطيتها في علبة عشان لو فاض مني حبة اشيلهم في التلاجة تقعد وما يجرالهاش اي حاجة. بس هضيف بس اضافة بسيطة كده، هحط لها حبة البركة، حبة صغيرين كده. وهقلبها، وكده هي جاهزة ان انا اخلل بيها البتنجان اللي احنا سلقينه نص سلق. بالنسبة بقى لمية البتنجان، انا اخدت شوية، بص لونهم احمر كده، لاني كنت حطيت معلقة بابريكا. طبعا لو قلنا لو في بواحدة بنجر تبقى افضل يعني. انا هنا بقى هاخد دي، واخد معلقة من الثوم والفلفل واقلبهم كده مع بعض، واحط قشر الليمون او الليمون اللي انا عصرته واركنها على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد بتنجانية كده واحشيها بالشكل ده، احطها، ناخد كمان واحدة، وهكمل الكمية ونرجع مع بعض. خلصت الكمية كده، هبتدي احط المية بالليمون اللي انا عاملاه.
كده خلص البتنجان المخلل، نحطه بقى في التلاجة من تحت 15 يوم، ممكن يقعد اكتر كمان. وبقيت طبعا الخلطة بتاعته لو فاض مننا نحطها في علبة ونشيلها في التلاجة. مشهي وريحته جميلة وينفع جنب اي اكل. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتعملوها.